السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ معكم أخوكم بسام، واليوم إن شاء الله تعالى بنكمل البلد الثاني من أصل 6 لأفضل الكلاسات في لعبة دارك سولز. طبعا هذه 6 البلدات كلها سويتها بعد ما نزل السيف دات اللي هو دارك سولز ميول ميجا. سويت لها فيديو قبل. طبعا أنا بحط لكم البلد في الديسكريبشن زيه زي البلد الأول أو الفيديو الأول اللي هو كان سيلفر بليد. البلد هذا أنا سميته بلد كراش. طبعا الاسم اسم على مسمى راح يكون اكيد، لانه فعليا يعتبر بيلد سترينث على فيس. فخلونا نشوف. عندنا اول شيء طبعا بدأنا بانديت، الليفل 125، الفيتاليتي 50، الاتنمت 10 عشان نشيل ضربة واحدة، الاندورنس 49، السترينث 40، والباقي زي ما هو مع هذا الفيس 30. طبعا السلاح الرئيسي كذا هو شكل بيلد كراش اللي انا سويت ولا حاجة. الجريت المان سبرنت جريت سورد بلس 15، سلاح جدا بطل يشبه الكليمور، ويعتبر سلاح جريت سورد يعني زي الكليمور بس اقوى، وياخذ بونس من السترينث، ياخذ بونس اي زي ما انتم شايفين هنا عندنا تحت هذه الاي، فياخذ بونس اي من السترينث. ونحط الهيتر شيلد والكانفس تيلسمن وال الساك بلس 10 والسيلفر نايت ارمر بلس 5 والنايت يد النايت بلس 10، مو يد الليت يد النايت تفرق ترى، واللي هي الهافل ليجن، واكيد نستخدم خاتم الهافل وخاتم الذهبي رينج اوف فيفر اند بروتكشن. طبعا لازم يكون معنا خاتم العشبة الخضراء، واذا خلصت البف ندير نحط مسحة الكهرباء. طبعا البيلد جدا قوي شباب، يعني مثلا عندنا السلاح هذا شوفوا كم يسوي لنا دمج 536، لو نجي بنحط عليه المسحة نمسك بالدان سنتين يصير 846، يعني تقريبا 850. ممتاز قوة جدا رائع السلاح هذا، ويخرب بويز ودمج جدا رائع، فعجبني ذا السلاح كثير. فهذا هو شكل بيلد كراش. في كذا بيلد ثاني يعني من نفس البيلد يمديك تغير ستايل حقك. انا قد سويت كذا فيديو بي في بي واستخدمت الشخصية بس ما استخدمتها بشكل كراش، يعني استخدمتها بشكل ثاني. طبعا انا يعني ضيعت الديفنس دفاعي، قلت طز في الدفاع ما هي فارقة معايا، لكن عوضتها في المرونة، يعني اقدر حطيت خاتم الشقلبة بداله، يعني اقدر اتدحرج بسرعة. فحطينا هذا السلاح اللي هو دراجون توث، ولبسنا ملابس خفيفة. مثلا عندنا ملابس الميدن بدون اليد طبعا، لانه باليد على ما اظن ما حنقدر نتدحرج زي ما انت شايفين، ما نقدر نتدحرج باليد. فبدون اليد يعني ما حطيت اللبس هذا بس عشان الدفاع ولا حاجه، يعني بس اللهم عشان استر عوره. ولما يجي تيجي تلعب بي في بي ولا حاجه يجي يقول اوه المؤدبه ذي قاعد تمشي زي كذا، الا شويه تدب تدب تطلع له بس السلاح، عندك تمسكه بيد واحده قمه الحماس. السلاح هذا جدا قوي شباب. يعني الحين خلونا بس اريح عشان ارجع السن لايت بليد. شوفوا كم قوة السلاح 590، امسك بالدين سنتين 600 تقريبا، 599 يعني 600، واحط على البف اظن يسكر 900 تقريبا، 909 يعني تقريبا 910، يعني زودني 310 دمج، 300 دمج زيادة. ف يعني ضيعنا الديفنس بالمرونة، يعني قايضناها بالمرونة. فعندك ذي المرونة انك بدك تتدحرج تضرب زي كذا، و بيلد جدا جدا قوي يا شباب. اذا تبغى انت دفاع وتتدحرج بسرعة زي ما قلت لكم، ارجع البس الملابس القديمة اللي هي الهافل ويد الاليت وصدر السيلفر والخوذ اللي هي الساك. بيلد جدا قوي، يمديك تستخدم اسلحة كثيرة كثيرة كثيرة، يعني اغلب اسلحة سترينث يمديك تشيلها، يعني اثقل سلاح في اللعبة اللي هو سلاح سموك يمديك تشيله بدنك الثنتين، بس طبعا ما حمدينا نتدحرج عرفتوا. فممكن لو نشيل كل الملابس يعني ها حتى بدون ملابس، حتى لو نشيل الشيلد ما يمدينا من جد ثقيل. فكم وزننا 28، لكن مثلا يمدينا نشيل اسلحة ثانية زي هذا السلاح الديمون عرفته، السلاح ذا برضو بطل. سلاح سترينج ياخذ بونس الله اعلم، ياخذ بونس بي. ففي اسلحة كثير، اللورج كلوب برضو بطل، يعني يمدينا مثلا نلبس الملابس كاملة الحين لانه هذا السلاح اخف من سلاح الدراجون توث، يمدينا نشيل ذا الدرع زي ما انتم شايفين يعني عادي. فعندكم مثلا السلاح هذا كم يسوي دمج 634، اجي اريح
حط عليه الباف شوف الدمج كم الخرافي، اظن اقوى من دراجون توث كمان يصير تقريبا 950 الدمج، مره قوي ذا السلاح. يعني عندك تنوع، عندك تنوع في الاسلحه، انا قد حطيت اغلب الاسلحه اللي ممكن استخدمها فابدا لكم من فوق. يعني مثلا عندك المانس برنت جريت سورد، الباتل اكس، البوتشر نايف، الجولم اكس، الجريت اكس، الدراجون كينج جريت اكس، الكلب رينفورس، تقريبا اغلب اسلحه السترينث، الميس، المورنينج ستار، البيك اكس، البلاك سميث، اسلحه السترينث غالبتها يمديك تستعملها، وطبعا هذا بيلد سترينث فراح يفيدك كثير. هذا كل عندي شباب، اتمنى الفيديو ذا عجبكم وان شاء الله تعالى نشوفكم بالفيديو الجاي حيكون بيلد مختلف. اتمنى ايش رايكم بالبيلد، قولوا لي ايش رايكم، ايش مميزاته، ايش نقاط ضعفه. انا فعليا ما اشوف له نقاط ضعف كثيره. يعني ميزته انه قوي مره، اذا ممكن احد يقول على الدفاع وزي كذا عادي احول زي ما قلت لكم اقلب على الملابس هذه اللي بدايه الفيديو سويناها، وتمشي حالك حيكون عندك دفاع جدا عالي، يعني دفاع جدا جبار. فخليني بس اوريكم اياها بسرعه، شوف الدفاع كم، 361 هذا دفاعنا، عرفتوا يمدينا يعني نشقلب بسرعه، فشيء جدا جدا حلو، عندك دفاع ممتاز فما تشيل همها، فعندك الحريه كذا ولا كذا. بس حبيت اوريكم انه يمديك تنوع من نفس البلد، تلبس بستايلات مختلفه وتغير في الخواتم يخلي بلدك جدا قوي. يلا شباب، كان معكم اخوكم بسام، وفي امان الله.